صباح الفل. احنا النهارده في مطار هطلع مغامره غريبه وجديده ومش عارف حاضر احلها او اتمها ولا لا. انا دلوقتي على اراضي التركيه في المطار وهطلع على بلد اسمها ارجان. ارجان دي في شمال قبرص، وهحاول ادخل الاتحاد الاوروبي من جوه الاراضي التركيه في قبرص. يعني انا دلوقتي هطلع بالطياره على شمال قبرص، ودي تبع الدوله التركيه، اسمها البلد اسمها شمال قبرص التركيه، اسمها كده شمال قبرص التركيه. وفي خط فاصل ما بين الاتحاد الاوروبي وما بين شمال قبرص التركيه، دي عامله اليونايتد نيشن او الامم المتحده. فحاول ادخل الخط ده وادخل جوه الاتحاد الاوروبي عن طريق تركيا. مش عارف اشرحها لكم ازاي. ماشي، يلا بينا نشوف. انا هركب الطياره دلوقتي بتاعت ارجان. ارجان احنا دلوقتي نازلين دوله نورس قبرص الشماليه، قبرص الشماليه التركيه. بص مفيش المطار الا طيارتين، بيجاسوس وتركيش ايرلاين. هتقولي انا عمري ما سمعت عن الدوله دي، لان الدوله دي مش معترف فيها غير من تركيا بس، والمطار ده ما بينزلش فيه غير الطيارتين دول، البيجاسوس وتركيش ايرلاين. مطار فاضي مفيش حد الا الطيارات اللي جايه من تركيا، ومش هتقدر تسافر منه اي حته الا على تركيا برضه. انا دول جيت بيجاسوس تركيش ايرلاين بس. لا ومفيش اوتوبيسات حتى ولا بتاع، يعني تنزل من الطياره تمشي كده على رجلك تخش على طول. لو سمعت حاجه اسمها قبرص التركيه، هي دي قبرص التركيه. التاكسيات كلها مرسيدس هنا على فكره. بص التاكسيات كلها مرسيدس، يعني اسطنبول حتى مش كده. فانا دلوقتي هدور على الاتوبيس اللي بيخش جوه البلد، بوصل على الحدود ما بين قبرص التركيه وقبرص اليونانيه. انت احنا جوه الجزيره، احنا جوه نفس الجزيره، انت متخيل؟ يلا بينا. اللي انا بقوله لك ده ازاي تدخل على الاتحاد الاوروبي ماشي من تركيا. بص هتيجي هتنزل من المطار اهو. بص المطار اهو، نزلت طلعت من المطار دخلت. ودي من غير تأشيرة، يعني دي اي حد عنده اقامة في تركيا يقدر يخش. شركة الاتوبيسات اسمها كيبهاس. قطعت منها تذكرة ب 105 ليرة تركي، العملة هنا تركي واللغة تركي. وهطلع بقى على السيتي سنتر، ومن السيتي سنتر هدخل على حدود الامم المتحده واحاول ادخل الاتحاد الاوروبي. تعالوا نشوف هنعمل كده ازاي. يبقى انت من تركيا او من اي حته وصلت نيكوسيا اللي هي ارجان، ومن ارجان اللي هي انا فيها دي دلوقتي اخدت الاتوبيس العادي المواصلات العاديه ب 105 ب 105 ليره. هدخل بيه على السيتي سنتر او مركز المدينه بتاعت نيكوسيا، ومن نيكوسيا هركب على او همشي هدخل. هنشوف، يلا بينا خطوه خطوه. يبقى انت هتوصل مطار ارجان، تركب الاتوبيس من مطار لمحطه اسمها ليفكوشا اللي هي السيتي سنتر بتاعه قبرص التركيه، وده اسم الشركه كيبهاس. الباص نزلني محطه اسمها ليفوكشا، هروح السيتي سنتر اخد اتوبيس تاني عشان اخش على الحدود ما بين الجزء الشمالي والجزء الجنوبي على نفس الجزيره اللي احنا هي قبرص. البلد تعيسه جدا، الجزء الشمالي ده شكله فقير قوي، بس كميه الظهر العربيات هنا ببلاش ولا حاجه، لان كميه يعني البيوت فقيره وكله حاطط قدامه مرسيدسات. مرسيدس 2020 2022 23، تحس ان حتى الاتوبيسات مرسيدس، تاكسيات مرسيدس، العربيات مرسيدس، المواصلات مرسيدس. وبعدين السواقه زيها زي مالطا، السواقه على العربيات على اليمين وتمشي على الشمال زي مالطا بالظبط. دي تاني دوله ادخلها يبقى السواقه فيها العربيات على اليمين، مع ان اللغه تركي والدنيا تعيسه جدا. بص العلم بتاعها، هو علم تركيا بس ابيض، يعني علم تركيا وعلم قبرص الشماليه. سالت ناس قاعدين على القهوه بقول لهم ازاي اروح على البوردر او اللي هو الحدود
ما بين تركيا ما بين قبرص الشماليه والجنوبيه، قال لي تاكسي بس اللي بيروح من هنا. فالتاكسي من المطار لغايه البوردر كان ب 25 يورو، ما اعرفش بقى من هنا هيبقى بكام. يلا ناخد تاكسي ونطلع بيه على الحدود. هو بيقول لك التاكسي من هنا لغايه الحدود ب 5 يورو، يلا هناخد التاكسي مرسيدس ده. فانا خدت الاوتوبيس ب 5 دولار او ب 6 دولار 5.5، وهاخد تاكسي من هنا على لغايه الحدود ب 5 يورو او 6 دولار، يعني 12 دولار من المطار لغايه الحدود، واحاول اخش على رجلي ماشي من تركيا للاتحاد الاوروبي. اخد تاكسي طلع 5 يورو يودينا على الحدود. بلد تعيسه جدا. التاكسي دلوقتي مستني يوصل، هو يوديني عند البافر زون او اللي هو البوردر، الحدود ما بين قبرص الشماليه وقبرص الجنوبيه، نفس هي نفس الجزيره، في نفس الجزيره. اهو الراجل نزلني هنا وخد ال 100 ليره او ال 5 يورو وقال لي امشي كده على طول هتلاقي هتلاقي الحدود. تعالوا نشوف. ادينا ماشيين اهو. بيقول لك هنا في الحته دي كده هتلاقي الحدود ما بين قبرص الشماليه وقبرص الجنوبيه. احنا في الشماليه التركيه، اللغه تركي، اللغه تركي، الاسعار بالليره، عندهم سجاير مش موجوده في تركيا، عندهم قمار ما فيش قمار في تركيا. التاكسي اعطيته بالليره عادي. وتعالوا نشوف فين الحدود عشان ندخل من هنا من السوق ده ندخل الاتحاد الاوروبي، ادخل اوروبا من هنا. دي مش اوروبا اللي انا فيها، دي قبرص الشماليه. في 5 مداخل. تعالوا نسال بقى. سالت كده قال لك امشي على طول كده هتلاقيه. ابص اول ما بتخش بتلاقي بتوع البقلاوه كده وبتاع. احنا هنا ايه في تركيا، المفروض نعدي الحدود دي نبقى في الاتحاد الاوروبي، نبقى في الشنجن، نبقى في اوروبا. اعدي الشارع ده، يعني الناس واقفه هناك طابور اهو، تعالوا نقف معاها. فبص المنظر اهو، اه ده علم قبرص واليونان يا جماعه، وهنا بص المنظر علم تركيا وعلم قبرص التركيه. ده علم قبرص تركيا اللي هو زي علم تركيا بس ابيض، وادي علم تركيا نفسها. بص الناحيه الثانيه، بص الناحيه الثانيه، الاتحاد الاوروبي، علم اليونان يا جماعه، وده المدخل اللي تخش منه الاتحاد الاوروبي. يلا بينا. بص ختمنا من الاوفيس هنا خروج من قبرص الشماليه. بص بص البوابه اللي هناك دي، دي حدود ثانيه بقى، يعني احنا هنا في النص بالظبط. احنا هنا ما بين الدولتين في الحدود بتاعت الأمم المتحدة. ورايا كده تركيا، ورايا كده اليونان. دي بوابة اليونان ودي بوابة تركيا، وفي ناس بتنط من النص. يعني أنا هنا في النص بالظبط بين الدولتين. في طابور تاني ختمولي خروج، ختمولي خروج، ختمولي خروج من هنا من الاتحاد الأوروبي. بص المنظر، الحته دي مقفوله محدش ساكن فيها، دي اللي هي اليو ان. بص اهي ختمت لنا، انا كده دخلت اوروبا. احنا كده دخلنا اوروبا يا جماعه، ادي المنظر اهو، بتختم من البتاع ده كده. احنا كده في اليونان، بص اللغه يوناني والعمله يورو. احنا كده جوه الاتحاد الاوروبي اهو. جريك جريك تريديشنال، شايف المنظر؟ الجزيرة مقسومة اتنين، نصها اتحاد اوروبي ونصها تركي. اهلا بيك في الاتحاد الاوروبي. ادي اول حاجة انا اول مرة اعملها، بص مكتوب باليوناني، مكتوب باليوناني اهو. اول مرة هعمل حاجة زي كده، ان انت تخش كده. بص الناس اللي طالعة دي، الطابور ده طالع داخل، طالع من الاتحاد الاوروبي داخل تركيا. بوليس قبرصي يوناني، والبوليس الناحية التانية بوليس تركي.
لا بص ريجي في ثانية في نفس الشارع ماشي على رجلي ماشي على رجلي. بص بقى حتى تحس ان البلد مختلفة، هنا فيها حياة شوية، هنا فيها يعني ايه ليها روح كده وبتاع. احنا كده جوه اوروبا تخيل. هتقولي طب وحكاية الفيزا؟ بص انا دخلت بالباسبور الامريكي على قبرص الشمالية، ودخلت بالباسبور الامريكي على الاتحاد الاوروبي. مين بقى يقدر يدخل؟ يعني انت لو معاك باسبور مصري او تونسي لازم يكون عندك تأشيرة لتركيا وتأشيرة اتحاد اوروبي عشان تعمل اللي انا عملته ده. تأشيرة انت تقدر تيجي بتأشيرة تركيا لغاية الحدود دي بس ما تقدرش تعدي. لو معاك تأشيرة اتحاد اوروبي تقدر تخش على الجزء الاوروبي او الجزء اللي هو اليوناني في قبرص. يلا بينا نطلع الاوتيل. دي الحدود، الحدود ما بين قبرص الشمالية وقبرص الجنوبية، قبرص التركية وقبرص اليونانية، تركيا والاتحاد الأوروبي. بص سايبرس اتحاد أوروبي، شفت الرقم سي واي؟ سايبرس اللي هي قبرص واتحاد أوروبي وعلم الاتحاد الأوروبي. سألت واحد يوناني واقف على المحل قال لي تمشي كده على طول، قلت له أروح لارناكا ازاي؟ على البحر يعني. قال لي تطلع كده على طول هتلاقي حاجة اسمها سولومون سكوير اللي هو زي ميدان التحرير كده، اسمه ميدان سليمان او ميدان سولومون. تركب منه الاتوبيس يوديك على البحر هناك على لارناكا. مسقعه، دي مسقعه بالبشاميل اللي عندهم هنا. معلش سامحوني زوري ملتهب. قبرص اليونانيه وسط البلد، ما اعرفش ده بياخدوا منه مترو تحت ده ولا ايه. جنينه، طلعت جنينه تحت اهي، طلعت جنينه. انا بدور على محطه الاتوبيس علشان اخد الاتوبيس على المطار. يلا بينا امريكان كوليدج. طب ركبنا الباص رايحين لارانكا او لارناكا. احنا دلوقتي في قبرص الاوروبيه او قبرص اليونانيه، مزيكا يوناني، كلام باليوناني، العمله يورو، السواقه على اليمين. اخيرا وصلنا لارانكا او لارناكا، اوروبا سكوير، ده اسمه اوروبا سكوير او يوروب سكوير. ودي المارينا والبحر على طول. حد بيصرخ في الالعاب. فاضيه الملاهي، فاضيه، دخول مجانا طبعا واللعبه بفلوس. وادي لارانكا او لارناكا، وصلنا بالليل، نازل على البحر على طول، البحر هناك اهو. الدنيا بالليل، الزينه بتاعت الكريسماس في كل حته لسه وراس السنه عالم اليونان. لقيت الراجل دوت قلت اكل عنده عشان عنده مسقعه، مسقعه اهي مسكه ب 10 يورو بس مع الاسف طلعت خنزير اللحمه اللي فيها مسقعه. فقلت له اعملها لي فيجيتيريان بالبشاميل والبتنجان بس من غير خنزير ولا بيف لانه ما عندوش بيف. تمام. وعنده بقى اطباق، ده محشي ورق عنب مثلا مع شيبس، في ده ريش، هنا كل ده اسماك. يعني ده كده اسماك لشخص واحد ب 20 يورو طبق مشكل اسماك. تمام. ده ماسلز بلح بحر، ده مشكل اسماك لشخصين سي فود يعني. مساء الخير من قبرص. يعني بكل بساطه الواحد بدا يومه النهارده في تركيا، طلعت من تركيا على قبرص التركيه، دوله لوحدها. لازم يكون معاك يا اما تاشيره تركيه او عندك اقامه في تركيا عشان تدخلها. دخلتها، اخذنا الاتوبيس لغايه وسط البلد، الحدود ما بينها وما بين قبرص اليونانيه، هي نفس الجزيره عشان ما لخبطكش، نفس الجزيره مقسومه اثنين، الشمال تركي جنوب يوناني، وبينهم خط فاصل بتاع الامم المتحده. عديت منه على رجلي، ختمت خروج من لما وصلت المطار، ختمت دخول قبرص التركيه، وبعدين ختمت خروج عند الحدود اللي هي على رجلي دي، قدمت خروج من تركيا، دخلت اليونان او الاتحاد الاوروبي. بس ادي كل الحكايه، اشوفكم الفيديو اللي جاي.
او اه لسه هوريكم الاكل. المواصلات اهو 425. المواصلات جايه لغايه البحر هنا وكله تمام. ده شيش طاووق بالشيبسي نزل يوناني، ودي المسقعه بالبشاميل مع سلطه وشيبسي. الناس اللي عايزاني اقطع المسقعه جواها عباره عن بشاميل، طبقه بشاميل، وتحتيها الباذنجان من غير صلصه، فاهم ازاي؟ دي البشاميل مسقعه فيجيتيريان عشان التانيه فيها خنزير. كيكة البرتقال بالايس كريم الحلو، كيكة برتقال بالايس كريم، هريسة يا جماعة، هريسة بالايس كريم. طبعا انا مش بقول لكم الطريق من تركيا على الاتحاد الاوروبي عشان لا قدر الله حد يجي ينط الحدود ولا حاجة، او يسأل على المهربين، او يعدي مين منهم، وسمعت ان في ناس بتدفع 300 يورو بس وتعدي على طول، والمهربين بيعدوهم بالعربيات وبتاع. فانا مش بقول كده علشان انا ضد ان حد يخش يكسر فيزا، او اول ما يخش الاراضي الاتحاد الاوروبي او قبرص اليونانيه يقدم على اللجوء. انا ضد الكلام ده خالص. هو حد يجي على تركيا وبعدين يعمل اقامه في تركيا او يجيب فيزا تركيا ويجي يزور قبرص التركيه وينط من فوق الحدود، انا مش بقول كده خالص. انا عايز الناس ما تعملش الكلام ده، لانه انا ضد الهجره غير الشرعيه، وضد الناس اللي بتموت في بترمي نفسها في البحر عشان توصل ايطاليا ويناموا في الشوارع، ومش عشان الحال هنا احسن نقوم احنا جايين ودافعين 300 يورو للمهرب. انا كنت اعرف مهرب زمان اتمسك هو ودخل السجن، فانا مش بقول كده عشان الناس تيجي تاخد فيزا تركيا وبعدين تخش الاتحاد الاوروبي عادي ماشي وتعمل لجوء وكده. يعني انا بقول كده علشان خاطر احذر الناس ان هم ما يعملوش كده.